هل عرضت عليك المشاركة في باب الحارة؟ في أي موسم من المواسم؟ يا بسام الله يرحمه، بسام الملة والله. إيه كان عم بيقول لي إنه شو بدنا نكون معنا بقى وهيك يعني. طب أي الثالث، الجزء الثالث بسام كان عم يعمل الثالث والثاني والأول هم اللي كانوا للأمانة فيهم انتشار عربي ضخم. الجزء الثالث بس أي شخصية كنت كان المفروض؟ ما بعرف والله، ما طول الحوار، كان سريع كتير يعني. قال لي بتكون ما بتكون معنا، قلت له إن شاء الله يعني. ما بعرف شو، أنا ما كتير بحب يعني، ما كثير بحب كون فيه للمسلسل. ليه؟ ما بحب، شو عارف، ما حسيت انه قريب لقلبك يعني انه تكون موجود مع الكوكب. مش نوعي، مش مزاجي الحياه، مش مزاجي انه هنا شو عم تعمل يعني. بس مع يعني انا عشت الشخصيه معك. حلوين هن، في ناس بيلبقلن هذا النوع، عرفت يعني. بس هذا المونوتون تبع ويزوجوك بالمسلسل، كلها شوي بشبه بعضها، بحبهم مع احترامي للكل، لا تورطني. لا بس هي حلوه انكم تزوجوا ابن عمي وتعرفوا تمشي كلمتك عليها ويخافوا منك وانت داخل البيت. لا حلو الاجواء هذه. ها زي يعني اذا قلت لي ابن عمي دغري فورا بروح. ابن عمي